السلام عليكم. في هذه المحاضرة أول حاجة ربنا يحفظكم ويعافيكم، وإن شاء الله بنكون في الجامعة في أقرب فرصة ممكنة، وبتصير المحاضرة وجاهية بيننا وبينكم، وبنشوفكم في المحاضرات إن شاء الله. طبعا اليوم إن شاء الله بدنا نكمل اللي هي الفريكشن فورس شابتر 4، تكملة شابتر 4 اللي هو الفريكشن فورس. ضل في عنا مثالين في بدنا نحاول نحلهم في هذه المحاضرة. طبعا كمان مرة للتذكير، الفريكشن فورس باخذ قيم سميتها اف اس واف كي. اف اس قيمه بتتراوح من ايش لايش؟ من زيرو، بيبدا من زيرو وبصل لقديش؟ لميو اس في النورمال فورس. لكن الاف كي لها قيمة واحدة لانه حالة واحدة، الجسم بيكون متحرك، ميو كي في الان. طبعا اف هنا زيرو لما يكون الجسم ماله ساكن، والابلايد فورس بتساوي زيرو، فيش ابلايد فورس، الجسم حطيته على هالطاولة وما طبقتش عليه اي قوة. في هذه الحالة الابلايد فورس اللي بتأثر عليه او بتحركه قيمتها زيرو، اذا اف اس بتاخذ قيمة زيرو. زودت الابلايد فورس الجسم ضله ساكن. لما وصلت لمين؟ لاف اس ماكسيمم. الاف ابلايد في هذه الحالة كانت بتساوي الاف اس ماكسيمم، الجسم صار على وشك ماله، على وشك الحركة. بعد ما صار على وشك الحركة لو زودت الابلايد فورس ايش اي حاجة زودتها بصير ماله الجسم متحرك، وبصير عندي اف كي اللي هو كاينتيك فريكشنال فورس. الكاينتيك فريكشنال فورس بتساوي ميو كي في النورمال فورس. دائما في بعض المسائل قبل ما احلها بدي اعملها تيست، بدي اشوف يعني ممكن يعطيني مسألة يقول لي هل الجسم متحرك ولا مش متحرك؟ هل بده يتحرك الجسم الاول بالنسبه للجسم الثاني ولا لا؟ بدي اروح اعمل التست، بدي اجيب مين التست ايش معناته؟ اف اس ماكسيمم، واجيب الابلايد فورس. اذا الابلايد فورس كانت اكبر جسم متحرك، بيكون يصير عندي كاينتيك، اقل بيكون ساكن. اليوم سؤالنا بيكون في عندي جسم ايا كان هذا الجسم اثرت عليه، سحبته بقوه قيمتها 300 نيوتن. إذا هذه 300 نيوتن قوة خارجية أثرت على الجسم، قال لي معامل الاحتكاك ميو كي قيمته 3/10. طبعا ميزان قال لي متحرك، بدي أدور هل متحرك ولا لا. أول حاجة قيمته 60 كيلو جرام داخل العربة، 60 كيلو جرام and the coefficient of kinetic friction force between هم 3/10. ولاحظوا 3/10 بحطش وحدات، ليش؟ تعالوا الاف كي مثلا ساوي ميو كي في الان، هذا النورمال فورس نيوتن نيوتن، الميو كي ماله بدون وحدات، اذا المعامل هو بدون وحده. قيمته 3/10. بدي اوجد الاكسلريشن، بدي اوجد الاكسلريشن اللي موجوده عندي قديش قيمتها. اذا في عندي اكسلريشن، وين الاكسلريشن بده يكون اتجاهها؟ مباشره اول حاجه بدي ارسم الفري بودي دايجرام بهذا الاتجاه 300 او اف كوساين 37، وهنا عندي اف ساين 37. الكوساين اللي هي 300 كوساين 37 و 300 ساين 37 من المنتصف. هنا في عندي ام جي، في عندي من هنا من السطح في نورمال فورس. ظلت قوة الاحتكاك الحركية، ليش؟ لأن الجسم متحرك. وين اتجاهها؟ من السطح ناشئة من هنا وعكس القوة اللي بدها تحركه. وين القوة اللي بدها تحركه؟ اللي هي اف كوساين 37. طيب قلت انا الفريكشن فورس اللي هو الاف كي بيلزمني معرفة النورمال فورس. كيف بدي اعرف النورمال فورس؟ بدي اخذ محاور، هاي محور اكس وهي محور واي، هاي اكس وواي، والاكسلريشن هيها بهذا الاتجاه مع محور الاكس. باخذ محور اكس، احنا قلنا في بدايه الشابتر انه انا باخذ محاور الحركه احد هذه المحاور. اذا الاكسلريشن في اتجاه الايه؟ باجي بقول اتجاه الواي الصميشن للفورس في اتجاه الواي بتساوي ايش في عندي؟ في زيرو. طيب سؤال، هل زيرو ممكن يساوي زيرو؟ وممكن ما يساوي زيرو؟ يعني مجموع القوى ممكن تساوي زيرو، ممكن ما تساوي زيرو. ممكن في عندي هنا قوة شايفينها؟
هذه ممكن تسحب الجسم الى اعلى. طب لو سحبت الجسم لاعلى النورمال فورس ايش بصير؟ تنعدم، لانه بصير فيش تلامس بين السطحين. انعدمت هي انعدمت الافكه. اذا ممكن القوه اللي هنا تسحب هذا الجسم في الاتجاهين، تحركه بهذا الاتجاه وتطلعه لفوق. في هذه الحاله بصير عندي فيش نورمال فورس. لكن نرجع لمسالتنا الان، اف واي بتساوي زيرو، انه فيش حركه لاعلى، لانه لو جيت حسبتها حلاقي الام جي مالها اكبر من اف ساين 37. اذا عندي القوه الاعلى اف ساين 37 اللي هي نكتبها 300 ساين 37، وعندي زائد الام اتجاههم لاعلى التنتين ناقص الام في الجي، اعطاني الام قيمتها 60 بيساوي كله هذا بيساوي زيرو. حلاقي الان قيمتها بتطلع معاي زي ما انتم شايفينها، الان بتطلع قيمتها 400، الان بتساوي 407 نيوتن. طلعت الان، هاي الرسمه واضحه انها هناك، طلعت الان. الان ايش في عندي؟ سميشن للفورس في اتجاه الاكس بيساوي ام في اي اكس، هاي هال A في اتجاه الاكس. ايش في عندي؟ ابلايد فورس اف كوساين 37، اف كوساين 37، وقلت الاف هذه بدنا نشيلها نحط محلها قيمتها اللي هي 300 نيوتن، كوساين 37 ناقص الاف كي، كل هذا بيساوي ام في الاي اكس. ممكن احطها اي مباشره لانه فيش حركه في اتجاه الاكس بس. اذا عندي 60 A تساوي 300 كوساين 37 ناقص ميو كي في الان، والان قديش قيمتها؟ 407، والميو كي قديش قيمتها؟ 3/10. ايش المجهول عندي؟ قيمة ال A، بطلع قيمة ال A متر بير سكند سكوير. إذا طلعت قيمة الـ A بهذه الطريقة وطلعت قيمتها 1.2 إلا أو 1.96 متر بير سكند سكوير. في أي سؤال؟ إذا مباشر أهم حاجة أرسم الـ Free Body Diagram بطريقة صحيحة. هي 300 كوساين 37، هي الـ FS 300 ساين 37 اتجاه الأعلى، عندي الـ MG، عندي النورمال فورس، عندي في الاتجاه المعاكس اللي هو FK، عندي كمان الـ Acceleration محور X لازم أحدده. هاي الاكسلريشن وهي محور اكس ومحور واي، هذا اسمه الفري بدي دايجرام. في اي سؤال؟ اذا في اي سؤال ممكن تكتبون لي اياه او تبعتون لي اياه خلال الجروب او خلال الموديل. نيجي ناخذ السؤال الثاني، بيقول في عندي جسمين محطوطين فوق بعض، واحد كتلته 2 كيلوغرام بلوك، هذا ال 2 كيلوغرام، والثاني كتلته 5 كيلو جرام، 5 كيلو جرام زي ما هي موجود في هذا الشكل. بدي اثرت على ال 5 كيلو جرام، هذا ال 5 كيلو جرام اثرت عليه باف قيمتها 40 نيوتن. طيب قبل ما بحل السؤال، كم من سطح عندي؟ عندي كم من سطحين، كم من اسطح متلامسه؟ هاي سطحين متلامسات، وهي كمان سطحين متلامسات. ما زال في سطحين متلامسات وما قال ليش ولا واحد فيهم سموث. اذا في هذه الحاله بدي اقول في فريكشن فورس هنا وفريكشن فورس هنا، في عندي اف هين واف هين. طب ايش بدي احط الاف اللي فوق؟ هل احطها اف اس ولا اف كي؟ بدي انتبه للسؤال اشوف هل قال لي في حاجه ساكنه بالنسبه للاخر ولا لا. قال لي طلعوا هنا بنزل قوش بلوك اثنين بنزل قش بالنسبة لمين؟ للبلوك الاولاني، يعني ما له فيش انزلاق، اثنين ما لهم، هذول الاثنين ساكنات مع بعض. اذا هنا في اف اس وبدها تكون مالها ماكسيمم واجيب قيمتها. ايش معناته اثنين اف اس هنا اللي بينهم؟
يعني الاولانه بده يتحرك باكسلريشن قيمتها اي والثاني بيتحرك بنفس الاكسلريشن. زي ما تجيب ورقه مثلا ورقه واحط عليها جسم ثاني، هاي جسمين سحبت لتحت انسحب اللي معاه اللي فوق، هذه احتماليه. اذا الاثنين صاروا يتحركوا بايش؟ بنفس السرعه بنفس الاكسلريشن ماشيين مع بعض. طب في مرحله من المراحل لو انا سحبتهم هذا تحرك باكسلريشن، هي لما سحبته تحرك باكسلريشن بس صار في انهم ايش؟ صار بينهم حركه، صار واحد يتحرك باكسلريشن قيمته اي واحد والثاني صار يتحرك باكسلريشن قيمته اي اثنين. اذا الاثنين ما انزلقوش مع بعض كانوا بتحركوا بنفس التسارع، اذا واحد انزلق بالنسبه للثاني بصير بينهم بشيلها وبحط اف كي بينهم. لكن السطح اللي تحت هذا بدي احط اف كي، ليش حطيته اف كي؟ لانه التنين بتحركوا بايش؟ بالنسبه لمين؟ او الجسم ال 5 كيلو جرام بتحرك بنزلق بالنسبه للسطح ايش؟ اللي هو الطاوله الموجوده عندي هنا. المطلوب وات ذا اكسلريشن اوف ذا سيستم، اوف ذا سيستم التنين بتحركوا بنفس الاكسلريشن، يعني بقدر اقول اي واحد بيساوي اي اثنين في هذه الحاله، هذه حاله الموجودة عندي حالة خاصة، بس في أحيان ممكن يكون في سؤال عندكم أسئلة الكتاب إنه الجسمين مالهم بنزلقوا بالنسبة لبعض، في أحيان ممكن ما يذكر ليش ويقول أنت عارف لحالك، فأنا بدي أروح إيش أعمل؟ أجيب أف أس ماكسيمم الموجودة عندي، أف أس ماكسيمم، وبعد ما أجيب الأف أس ماكسيمم أشوف القوة اللي بتأثر، هل بتخلي الجسم ينزلق ولا بتخليهوش ينزلق؟ بعد ما قلت انه في فريكشن فورس وحددت قيمه الفريكشن فورس اف اس فوق هنا ممكن ما تكونش ماكسيمم، ماكسيمم لما يكون فقط على وشك ايش؟ الانزلاق، انه الثاني ينزلق بالنسبه للاول. لانه ممكن يكون هنا يتحركوا مع بعض باي وبينهم اف اس قيمتها 1 2 3 بدون ما صل للماكسيمم، وممكن اسرعوا شويه تزيد قيمة الاف اس، وممكن يكون اسرعوا كمان يصير على وشك انهم بدهم ينزلقوا، سرعتوا اكثر ممكن تتحول لمين؟ للاف كي. اذا هنا في عندي اف اس بينهم، بدي ارسم الان الفري بودي دايجرام، قلت الاي نفس الاي للجسم الاول والجسم الثاني، هاي الجسم الثاني اللي تحت، قلت في عندي هنا اف كي لانهم السطحين هذول بيتحركوا بالنسبة لبعض، في عندي هنا اف اس وهذه اف اس ما لهاش علاقه بالماكسيمم، ممكن يكون هي الماكسيمم ممكن تكون اقل، هي بتاخذ علم من زيرو لقديش لا اف اس ماكسيمم اللي هي ميو، اللي بتاخذ من زيرو لميو اس في النورمال فورس. هنا عندي 40 نيوتن، مين اللي بياثر عليها ال 40 نيوتن؟ شيء لحالها 40 نيوتن بياثر على الخمسه، بس في يكون النورمال فورس كمان اللي موجوده بين الاثنين وبين الخمسه الها دخل في هذا الحساب، لان كل ما زودت النورمال كل ما زادت الاف. إذا الآن في عندي ال 40 نيوتن، في عندي هنا الجسم اللي فوق بضغط بوزنه على مين؟ على الجسم اللي تحت، يعني ان 2 اللي هنا عندي اللي هو اللي قيمته 2 بيساوي وزنه، أسميها ام 2 في الجي. هنا في كتلة الجسم اللي هي 5 كيلو جرام اللي هي ام في الجي تساوي 5 جي. في عندي كمان نورمال فورس ناشئ من وين؟ من السطح. اطلع النورمال فورس بدك اكتبها بتساوي 5 جي، هذا الكلام صح ولا لا؟ خطأ طبعا. يعني زي ما اقول هي انا ايدي حطيت عليها بلوك. الان ايدي حاملة مين؟ بلوك واحد، طب حطيت بلوك فوق البلوك الاولاني صار الضغط على ايدي بايش؟ بالبلوك الاول، وزن البلوك الاول ووزن البلوك الثاني. اذا هنا ان واحد متوقع تساوي ايش؟ ام بتساوي ام واحد في الجي زائد ام اثنين في الجي. هاي الطاوله حطيت بلوك اول 10 نيوتن، حطيت كمان بلوك ثاني كمان 10 نيوتن، صار عندي ايش؟ الان النورمال فورس الطاوله ايش بدها تعمل؟ نورمال فورس قيمته 20 نيوتن.
حطيت كمان بلوك فوق النورمال، الطاوله بدها تعمل 30 نيوتن، حطيت كمان بلوك ما قدرت تعمل نورمال فورس، ايش صار فيها؟ انكسرت. اذا في هذه الحاله النورمال فورس مش عباره عن الكتله الاولانيه، لا لها كمان حاجه ثانيه. هاي الان الجوال حاطه على الطاوله، في نورمال فورس بوزن الجوال، ضغطت انا على الجوال، الان الطاوله لازم تعمل نورمال فورس بايش؟ بالضغط اللي انا ضغطتها زائد وزن الجوال. اذا النورمال فورس اللي هنا ان واحد بيساوي ان اثنين زائد الوزن اللي هي 5 جي، وان واحد بيساوي ان اثنين ما قلنا ايش هو؟ الاثنين ضغط على الخمسه بوزنه، ام اثنين في الجي زائد ام واحد في الجي اللي هي اثنين زائد خمسه بيطلع قيمته 7 جي. هذا قيمه ان واحد. اذا ان اثنين تساوي ام 2 في الجي وتساوي 2 جي، وهذا قيمته بتساوي 7. طب نيجي نرسم للجسم اللي فوق، وهذه اف اس عنده هنا اف كي، وفي اكسلريشن قيمتها اي بهذا الاتجاه، وهذه نفس الاي اللي هنا. الان فريكشن فورس، هاي طاوله عندي حطيت عليها جسم اثرت بقوه اف، هنا في اف اس. طيب فعل، دائما اي قوه لها فعل ورد فعل، اكشن ورياكشن، وين اكشن ورياكشن، كل واحد بياثر على الجسم الاخر. هذا عند الطاوله، هذا فريكشن فورس لمين؟ بياثر على الجسم اللي فوق اللي هو ام واحد. الان بنفس الكيفيه واحنا قلنا زي النتوءات، انا بسحب الجسم اللي فوق، الجسم اللي تحت ممكن ينسحب معايا. اذا انا سحبت باف، الجسم اللي تحت عمل اعاقه، لكن بنفس الكيفيه في زي النتوءات تسحبه. اذا في هذه الحاله كانه في كمان اف اس مساويه الها معاكسه الها، هذا اثرت على الجسم اللي فوق، هذا اثرت على الجسم ايش اللي تحت، هذا الجسم واحد هذا الجسم اثنين، هذه اف اثنين على واحد، اف اس في هذه الحالة 2 على 1، هذه اللي تحت اف 1 على 2، 2 شبكين مع بعض، هاي القوة هنا في عندي مربوط فيها بالنتوءات، في عندي اف اس، كذلك الجسم اللي تحت ممكن ينزلق، زي ما احط ايدي على الجوال وابدا اسحبه، في اف اس، في احتكاك، لكن الجوال هيو بدا ماله يتحرك، إذا صار في عندي قوة كمان بتسحبها. القوة اللي بتسحبها ناشئة من وين؟ من النتوءات اللي هنا. إذا في عندي اف اس واحد اثنين واف اس اثنين، واحد التنتين متساويات، إذا مباشرة هنا الاف اس اللي هنا واحد بتعمل إعاقة للجسم وواحد بتعمل حركة للجسم اللي تحت، هذا بتأثر على الجسم اللي تحت، وفي قوة ثانية بتأثر على الجسم اللي فوق، في عندي هنا كمان اف اس مساوية إلها ومعاكسة في الاتجاه. ومين اللي سحبها؟ اللي خلى الجسم اللي فوق يتحرك، مش هي النتوءات الموجودة لو السطح أملس، لو السطح أملس وأنا سحبته بتحرك؟ لا. إذا في هذه الحالة في عندي اف اس واحد اثنين واف اس اس اثنين واحد والتنتين متساويات، إذا بقدر أقول في عندي اف اس بتأثر على الجسم اللي فوق وهي اللي سحبت الجسم اللي فوق. طيب هي اللي سحبته لأنها إيش؟ عبارة عن رياكشن في هذه الحالة. رسمت الفري بادي دايجرام، اذا مباشره بعد ما نحل المساله بقول الاربعين هذا الجسم بيتحرك للجسم الاول فور ام واحد، ايا كان ام واحد وام اثنين، بقول خلينا حيكون عندي ام في الاي مجموع القوى في اتجاه الاكس طبعا بيساوي ام في الاي، وبتساوي عندي اللي تحت اللي فوق 40 ناقص اف كي ناقص اف اس، والجسم الثاني ام في نفس الاي، هذا سميها واحد وهذا سميها اثنين، بيساوي اف اس بجمع واحد واثنين. لاحظ ايش حيصير عندك؟ ما هي الاف اس اللي هنا والاف اس اللي هنا ماله؟ زي التنين مربوطين بحبل، زي ما جمعنا في المرة الشد اللي فوق والشد، لما جمع المعادلتين ايش مالهم؟ بيروحوا، بيطلع عندي ام واحد زائد ام اثنين
في الاي بتساوي 40 ناقص الاف كي. طيب ام واحد في 40 ناقص ميو كي في اكم؟ ميو كي وين موجوده؟ هنا النورمال فورس تبعها اللي بياثر عليها ان واحد اللي هو من السطح اللي تحت. قديش قيمته طلعت معايا في ان واحد؟ وقيمته 40 ناقص ميو كي في 7 جي. هذا بيساوي ام واحد زائد ام اثنين في الاي. كله موجود عندي. الميو كي اعطاني اياها قيمتها 2 من 10، بعوض عنها ب 2 من 10. كل وام واحد قيمتها 2 وام اثنين قيمتها 7، بطلع قيمه الاكسلريشن. طلعت قيمه الاكسلريشن، بدي اوجد معامل الاحتكاك اللي بتوين تو بلوك لما يكون على وشك الانزلاق، يعني بده ينزلق. لو اعتبرت انه الاف اس في هذه الحاله ماكسيمم، اعتبرتها ماكسيمم، بدي اوجد القيمه الها قديش قيمتها. فبدي اقول معادله هذه الاف اس الاولى او الثانيه، اف اس ماكسيمم في هذه الحاله بدي احط هذه ماكسيمم وهذه ماكسيمم، وهذا عندي والاي طلعت قيمتها، بقدر اطلع والام 2 معروفه، اذا بقدر اقول 2 اي بيساوي ميو اس في ان ايش؟ ان واحد، اسف ان 2 مش واحد، ان 2 اللي هو وين الاف اس موجوده؟ بين السطحين. هاي الرسمه اف اس موجوده بين السطح هذا والجسم الثاني ايش؟ اللي هو الوزن 2 كيلو جرام. ماشي؟ اذا في هذه الحاله بطلع قيمه الميو اس، والان 2 معروفه قيمتها 7 2 جي. هيك بكون خلصنا من هذا الشابتر، يعطيكم العافية، وإن شاء الله بنكمل معكم اللي هو شابتر رقم 5. شابتر رقم 5 كمان تتذكروا إنه بيلزمني أرسم الفري بادي دايجرام شابتر 5، الفري بادي دايجرام هيلزمني في شابتر 6، وبعد ذلك الفري بادي دايجرام بيلزمني ممكن يلزمني في شابتر 7. يعني دائما الفري بادي دايجرام لازم أرسمه قبل ما أحل المسألة، وبتلاحظوا إني لما أرسم الفري بادي دايجرام بتلاقوا المسألة ما لها ما هي إلا صارت حل بسيط جدا ممكن اتعامل معه بسهوله. يعطيكم العافيه، ربنا يوفقكم ويسعدكم.